كابتن سيد نرحب فيك عبر اليوم الميدان الرياضي، كيف شفت القرعة اليوم؟ والله القرعة جميلة، ونسلم على أهل الشرقية، يعني اليوم في الشرقية كلهم حبايبنا القادسية والنهضة والاتفاق. أتمنى إن شاء الله أن نشوف مباراة جميلة وفرصة للاتحاد أنه يعوض يرد كرامته شوية بالمباريات اللي خسرها الواحد. النصر برضو خسر بطولتين، عنده البطولة هذه فرصة أنه يعوض، فرص متاحة للفرق كلها. الهلال ماشي بالسليم، يعني ما شاء الله ما راح يوقف إلا رب العالمين. كابتن خلينا نتكلم عن سبع مواجهات الاتحاد والهلال الموسم هذا، هل يستمر الهلال في انتصاراته في المواجهتين الماضية؟ يمكن يكسرها الاتحاد، ممكن يتكتكون شوية يكسرها. كابتن ما تتوقع البطل لهذه النسخة؟ أتوقع النصر. يعطيك العافية كابتن، شكرا جزيلا.